رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بمناسبة تأهل المنتخب الوطني للشباب لكرة الطائرة تحت 21 عاما إلى بطولة العالم، والتي من المقرر أن تحتضنها جمهوريتي إيطاليا وبلغاريا في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر القادمين، وذلك بناء على تصنيفه المتقدم ونتائجه في بطولة العالم التي استضافتها مملكة البحرين في عام 2019، والتي حصل خلالها المنتخب على المركز 8 عالميا، ليتم اختياره من بين 16 منتخب سيشارك بطولة هذا العام. وأكد سموه أن تأهل أحمر الشباب إلى المونديال العالمي هو ثمرة الرعاية والدعم التي تحظى بها الرياضة البحرينية من لدن سيد الوالد العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، والتي كان لها الأثر الواضح فيما حققته الألعاب الرياضية من إنجازات في مختلف المشاركات القارية والدولية، مضيفا سموه أن الرياضة في المملكة تشهد تطورا ملحوظا، وذلك من خلال ما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بهذا القطاع عبر المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة الموقرة، والتي ساهمت في دعم البنية التحتية للمنشآت الرياضية، والتي هيأت الأجواء المناسبة للرياضيين في الاستعداد بشكل مثالي لخوض المنافسات الخارجية والظهور بمستويات مشرفة. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن الرؤية التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتطوير الرياضة البحرينية جاءت لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية للنهوض بهذا المجال الحيوي ودفعه لتحقيق المزيد من النجاحات، والتي عززت من مكانة المرموقة التي تحتلها البحرين على خارطة الرياضة العالمية. وقد هنأ سموه رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطائرة سعادة الشيخ علي بن محمد آل خليفة وجميع أعضاء ومنتسبي الاتحاد بهذا التأهل، مشيدا سموه بجهود الاتحاد في وضع الخطط والبرامج التي من شأنها الارتقاء برياضة الطائرة البحرينية، متمنيا سموه التوفيق والنجاح للمنتخب الشاب في مشاركته ببطولة العالم المقبلة.